مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم دوما بكل الخير، ورحب بكم في خيمة جديدة هذا المساء في خيم سي ام بي سي عربية التي تظل منصوبة طوال هذا الشهر الكريم، ومنصوبة لعلها على علاقة وثيقة بموضوعنا لهذه الليلة، النصب والجر والفتحة والضمة واللغة العربية التي يبدو أن حالتها تسوء من وقت لآخر للأسف الشديد. ولكن هناك المحاولات الكثيرة الكبيرة المتجددة لإنقاذ اللغة العربية والسير بها قدما إلى الأمام وجعلها كما هو حالها، يعني لغة حية تعبر عنا وعن هويتنا وعن ثقافتنا وعن إرثنا، وهي لغة القرآن الكريم. وحافظ حينما أنشد يقول حافظ إبراهيم هذا الشاعر النيل: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي. فلا تكلوني للزمان، فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. لعله بهذه الأبيات العظيمة يعبر عن واقع الحال. أرحب بكم من جديد، وأرحب بضيفتنا في الاستوديو لهذا المساء، الأستاذة الدكتورة اعتدال عثمان، أستاذة اللغة العربية بجامعة زايد، التي ستكون معنا طوال هذه الجلسة في ظلال هذه الخيمة. واسمحوا لي كذلك أن أرحب بزميلتي العزيزة لبنى البوضة التي تشاهدونها على الدوام، متألقة على الشاشات عبر تحليلها للأسواق. اليوم هي يبدو أنها ستحلل اللغة العربية، لا أدري إن كانت ستفلح في ذلك مثل ما هي علاقتها بالأرقام، لكنني أثق أيضا في الثانية. أرحب بكم جميعا مشاهدي الكرام، واللغة العربية وما بها وما عليها هي موضوع خيمة هذا المساء. ويبدو أن مشاكل اللغة العربية منذ زمن قديم، يعني هذه المشاهد التي سنترجعها الآن من الأفلام العربية القديمة الأبيض واسود زي ما بقولوا، نستمع لليلى مراد وهي تحكي أيضا على آلام اللغة العربية منذ ذلك التاريخ، ومن ثم نفتتح الخيمة لهذا المساء. أبجد هوى صوتي كلام، شكل الأستاذ بقى منسجم. أبجد هوى صوتي كلام، شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن الزعلي، نحن الزعلي من غير جناح بنميل ونطير. أستاذ حمام نحن الزغلي، نحن الزغلي من غير جناح بنميل ونطير. والمكر فينا طبع جميل، قلنا لا لا يعني نعم. أبجد هوى صوتي كلام، شكل الأستاذ بقى منسجم. أو حضر عمر، طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا. إن جاء زيد أو حضر عمر، طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا. المبتدى هنجيب لك خبر، من نظرة واحدة هيصبح عدم. أبوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا، أنا اللي هصبح في خبر كان بدل المهية رعاك وكسرة. من جديد أرحب بكم في هذه الليلة الرمضانية الجديدة، وأرحب بضيفتي هنا الدكتورة اعتدال عثمان، أستاذة اللغة العربية في جامعة زايد. مرحبا بك، رمضان كريم. سهلا. أنا وشكرا سعيدة طبعا جدا لمشاركتنا. سعيدة بحضوري معاكم، وأشكركم على الاستضافة، وبحيي الجمهور الكريم، وأقول كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، وإن شاء الله نكون كده دايما
يعني على قدر ما يعني ينتظرنا من حب ودفاع واعتزاز والتزام بلغتنا الجميلة على قول طه حسين. صحيح. أستاذ الكريمي، بداية عنوان الحلقة اللغة العربية علاقة فاترة مع الشباب، برأيك هل فعلا العلاقة فاترة وما السبب في ذلك؟ الحقيقة الأمر لا يعني لا يمكن أن نتناوله من جانب واحد فقط، إنما هو أمر مركب جدا. هو أولا نتيجة تحولات عميقة جدا حدثت في مجتمعاتنا العربية. الأمر الثاني هو الانفتاح من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وما يسمى العولمة وكل هذه الأمور. الأمر الثالث ربما يكون أيضا هو نوع من الاحتجاج أو التمرد من جيل الشباب، لأنه لا يجد، ربما يريد أن يثبت نفسه، يريد أن يعني نشعر أنه متميز وله موقف وله رأي وحر يستطيع أن يعبر عن نفسه بما لا يعني يفهمه الكبار. فهذا نوع من التمرد، أننا لا نجد لنا المستقبل الذي يعني نرجوه، أو المستقبل غير واضح بالنسبة لنا، فنحن بنحتج عليكم، بنكسر أو بنفسد عليكم قواعد اللغة. فنحن جيل مختلف، نحن لنا اهتمامات مختلفة، أنتم لا تستمعون لنا، فنحن أيضا سنتبادل الحديث دون أن يعني تستطيعوا أن تفكوا رموز شفرة أحاديثنا مع بعض. فلابد أن يعني نتفهم هذه الظاهرة بجوانبها المختلفة. هو الشباب طبعا أكيد في أعماقه هناك انتماء، إنما هناك أيضا تمرد، وهناك أيضا احتجاج ربما، وهناك أيضا حب التميز، وهذا أمر طبيعي جدا يعني في كل العصور. يعني فمثلا ما شاهدناه الآن، وهي أغنية في غاية الظرف الحقيقة، بتعدنا إلى يعني فيها بهجة وفيها حب للحياة، وفيها برغم يعني السخرية اللي فيها وال يعني وما نراه من يعني تلاعب الطالبات بالأستاذ، إنما يعني لو نعود بالذاكرة سنجد أن ليلى مراد كانت حافظة إخوات، كان يعني نعم، وصلت لعلها بطريقة غير مباشرة، وهذا ما تعنيه أنت في أن نخاطب هذا الجيل الجديد أيضا بلغته وبمكوناته. دكتورة، واحدة من المآخذ التي يرجع القائمون على أمرها أسباب تدني وتدهور وتراجع اللغة العربية، إنه حتى هذه اللغة الدارجة أو اللغة العامية تحولت من المرحلة الشفاهية إلى المكتوبة، بمعنى أنها انتقلت لمواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت الكتابة الآن أيضا باللغة الدارجة، مما يعمق ويزيد من المشكلة. صحيح. يعني نحن جميعا نعرف أنه مثل هذه الظواهر لا يمكن التصدي لها بأوامر أو يعني نقول خلاص هذه الظاهرة لابد أن نقضي عليها. مثل هذه الظواهر نتيجة طبيعية للعصر الذي نعيش فيه. فما الذي يمكن أن نفعله؟ أن يعني نرى كيف يمكن أن نجعل مستوى اللغة الفصحى المعاصرة أعلى، إنما تكون متواجدة يعني مثل هذا المستوى الذي نطمح إليه، أن يعني شبابنا يستطيعوا التعامل معه بطلاقة وبفصاحة، لا يلغي أو لا ينفي المستوى الآخر الذي سيوجد شئنا أم أبينا. فلابد أن نعترف بأنه ستظل الكتابة على وسائل الاتصال الاجتماعي باللغة الهجينة اللي فيها أرقام وفيها يعني حروف عربي على إنجليزي، ما يسمى بالعربيزي، ظاهرة العربيزي، عربي على إنجليزي، لغة مهجنة يعني. صح. ليست هي العربية وليست هي الإنجليزية، فلابد أن توجد. إنما كيف يمكن أن نجعل المستوى الآخر من الفصحى الرسمية التي نتعامل بها في المخاطبات الرسمية وفي الجامعة وفي الأبحاث، يعني في الأبحاث العلمية وفي الإعلام، ده طبعا لغة الإعلام عنصر أساسي ومهم. صحيح. جدا. لذلك أنا وزميلتي اللبنى تواجهنا مشكلة اليوم في الخيمة. هذه الخيمة هي اتكاءة كده في شهر رمضان، أحيانا نخرج فيها من النص ونتحدث بلغة
دارجة، لكن يبدو أن حلقة اليوم يعني ستكون مقعرة ومكعبة. لا أنا يعني أحب، شوفي أحقولك حاجة، الحقيقة يعني أنه العامية فيها كثير جدا من روح الشعوب، يعني وهي أقرب للمشاهد، أقرب للناس وأقرب للمشاهد. إنما هناك يعني مستوى من يعني العامية الفصيحة، يعني اللغة العربية البيضاء كما يقال لها، ممكن يعني بيضاء أو ملونة حتى، يعني ملونة ممكن تبقى تكنيكالر، يعني ملونة، بحيث أنها يعني بيكون فيها لا يعني تكسر أو لا تلغي تماما قواعد اللغة العربية، إنما في نفس الوقت تكون مخففة بالألفاظ العامة أو الألفاظ حتى العلمية. يعني كلنا الآن بنستخدم تلفزيون وبنستخدم نت وبنستخدم يعني موبايل، كل هذه الأسماء، ولا نقول مثلا مرناه، ولا نقول بتاع الشبكه الشبكه يعني العنكبوتيه. صحيح. يعني دكتور اذا سمحت لي، زميلتي لبنى بوزاي وهي زميله عزيزه معنا هنا في المحطه، لكنها لا اقول تميل، ولكن بحكم دراستها مثلا درست في مدارس اجنبيه او حتى الجامعه درست في دول اخرى، وهي هنا في المحطه تعمل في مجال تحليل الاسواق العالميه مثلا، لذلك ارتباطها دعينا نقول الغربي اكثر مما هو عربي، لكن انا الاحظ دائما انها حريصه على اللغه العربيه حتى في هواياتها في قراءاتها الخاصة. أي. فيعني يا ريت لو نشركها معنا هي في الحوار ونشوف تجربتها هي الشخصية مع اللغة العربية يا لبنى. التجربة وأنا راح أحكي شوي على العامة. ربما اللغة العربية الأفضل وضع لها بأنك تتعلمها في البيت. ربما كل الرصيد اللي موجود عندي من اللغة العربية أنا أدين به لجدي، أنه جدي كان دائما حريص على اللغة وقارئ للشعر، فبتذكر أنه كان يعطينا دواوين الشعر، وكنت أذكر لك عمر القيس، عمر بن المقفى، ترفض من العبد وما إلى ذلك، كل هذه الدواوين كنت أحفظها كرمال نص ليرة. فهذا الرصيد الآن عاد إلى الظهور من جديد، ولو أنه لا نستطيع أن ننكر بأن اللغة الإنجليزية مهمة جدا، وخصوصا لغة الأعمال، وهي اللغة العالمية. فبالتالي من المهم جدا أنه يكون الشخص على اطلاع على هذه اللغة أيضا من دون أن يتناسى لغة الأم. نعم. صحيح. فاجأتني لبنى بإمرؤ القيس وطرفة بن العبد، ما كنت أتخيل أنها تعرف هذه الأسماء. طيب يعني هذا يثبت شيء مهم جدا، أنه قد يكون استخدام اللغة الهجين أو العربيزي كما نقول هي يعني جزء من أو ثقافة موازية أو لغة موازية لما يمكن أن يكون هو اللغة الفصحى، إنما أنت في مرحلة تالية استعدتي ما تلقيتيه في الصغر. صحيح. من شعر فصيح ومن شعر عربي قديم، فده هذا لأنه جزء من التكوين، جزء من الهوية. صحيح. لن نستطيع أن نتخلى منه، بس لابد أن نفهم اتجاه الشباب لاستخدام هذه يعني هذا المستوى من اللغة، ونشجعه في نفس الوقت زي ما حضرتك قلتي كده انه جد كان بيحب الشعر. في كثير من البيوت، يعني مثلا في كثير من البلاد مثلا هناك كتب بتطبع وبتوزع واسعارها في متناول الجميع. صحيح. وسلاسل كامله، يعني مثلا في مصر في شيء يسمى مكتبه الاسره، في هنا مثلا معرض الشارقة الدولي للكتاب ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب. الكتب في كثير من الأحيان يعني بتبقى في متناول الجميع، فعلى الأسر أنهم ينتبهوا إلى هذه الظاهرة حتى يغرسوا في أولادهم حتى لو هم متمردين في الوقت الحالي. صح. ومسائل التشجيع أيضا على الإطلاع، يعني لاحظي أنه هذه نصليرة جابت هذه الكتب، معناتها زميلتنا لبنى لو اخذت ليره تحفظ المعلقات المعلقات السبع. على كل الزميله نور العنبقي منتج هذا البرنامج، هي ايضا اعدت تقرير رصين الحقيقه عن اللغه العربيه ايضا ما بها وما عليها. نحن نتابع هذا التقرير و ملون وليس ابيض. ابجد هوا تحطي كلامه شكل الاستاذ بقى منتج.
منسجم أستاذ حمام نحن الزعلي. لغة يتكلم بها ما يزيد على 300 مليون شخص، والوعاء الثقافي لدين يتبعه ما يزيد على ربع سكان الكرة الأرضية، تعاني من وضع قلق متراجع لدى متكلميها في سياق التعامل اليومي. فاللغة العربية تواجه هجمة شرسة من اللغة الإنجليزية التي أخذت موقع الصدارة على حسابها، حتى باتت لغة العلم ولها الأفضلية في الجامعات وسوق العمل. ومن ما يزيد الضغط على اللغة العربية انتشار التواصل بين الشباب باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية بحروف لاتينية، خصوصا عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في الإنترنت والهواتف المتحركة عبر ما يعرف بظاهرة عرب تيني، حتى باتت تهدد هي الأخرى حروف اللغة العربية بالانقراض وتمحو خصوصيتها. ويأتي دور الإعلام الذي ينبغي أن يكون له دور في صقل وتطور تعلم العربية لدى الناس، إلا أن عربية وسائل الإعلام يشوبها الكثير من الشوائب، فتكون لأساليبها بصمة على عربية الناس، خاصة وأن التواصل في وسائل الإعلام المرئية والسمعية شفاهي في المقام الأول، مما يعطي فسحة للعامية التي بدأت تستخدم في الصحافة المكتوبة والروايات والقصص القصيرة، إذ يكتب بعض الصحفيين وبعض الكتاب نصوص بها لسبب أو لآخر، وهذا ما يجعل العامية تتخذ الشكل المكتوب على نطاق واسع في النشاط الاجتماعي، مما يجعل الشكل الكتابي لها يتخذ قواعد له، وبذلك تصبح لغة قائمة بذاتها. ما حول عربية الأمس إلى عربية اليوم هو ما سيحول عربية اليوم إلى عربية غريبة غدا، فإذا لم تندثر العربية الفصيحة لتحل محلها لهجاتها مثلما ماتت اللغة اللاتينية وحلت محلها لهجاتها العامية التي صارت الآن لغات وطنية مثل الفرنسية والإيطالية والإسبانية، فإنها في أقل تقدير ستتحول إلى لغة تختلف تماما عما نكتبه اليوم، مثلما تختلف عربية اليوم عما كانت عليه عربية الأمس. نور العنبقي، CNBC عربية. كنا طبعا نناقش بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لنحبب الجيل الجديد باللغة العربية، كل هذه التفاصيل بعد قليل مع الدكتورة اعتدال عثمان. مشاهدينا الكرام، مرحبا بالدكتورة اعتدال عثمان أستاذة اللغة العربية بجامعة زايد، ومرحبا بالزميلة لبنى البوظة مذيعتنا المتألقة، ومرحبا بكم كلكم مشاهدينا الكرام. ونذكر دائما بأن اللغة العربية هي عنوان هذه الخيمة، أو هي الموضوع الذي نتباحث فيه تحت ظلال هذه الخيمة. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن الإشكالات التي تواجه اللغة العربية وحديث صحيح. للدكتورة دكتورة اعتدال، أنت أستاذة للغة العربية في جامعة أنا الحقيقة زايد. أدرس أستاذة للإعلام أيضا الإعلام باللغة نعم. العربية باللغة العربية. جامعة زايد التدريس فيها باللغة الإنجليزية نعم. إنما هناك عدد من المساقات تدرس باللغة تدرس باللغة العربية بشكل إجباري صحيح. أنا حديثي عن اللغة العربية نفسها، وأنا أعلم أن اللغة العربية أحيانا تدرس كمادة إجبارية في الجامعات أي. تفرضها الدولة ووزارات المتخصصة، وذلك حفاظا على ماء الوجه وحفاظا على الهوية، ولا نستطيع أن نقدم جامعات من غير لغة عربية. لكن يقيني الدائم بأن الإجبار دائما، ويعني مجرد سماع أن هذه المادة إجبارية أحيانا أحس بالنفور من الطلاب من هذه أي. المادة، لأنها تفرض عليهم صحيح قصرا. أنا أوافقك نعم. تماما على هذا. أي شيء نحن يعني كبشر عندما نجبر على شيء حتى لو هو يعني يعني لو شيء، لكن أنا أريد أن أعرف تجربتك الشخصية في تحويل هذا الإجبار وهذا القصر صحيح. إلى مادة مرنة ومحبوب. بترجع إلى الأستاذ، يعني مهمة الأستاذ هي أن يجعل ما يدرسه مطلوب من الطالبات، يعني يشعرنا بأهميته، وفي نفس الوقت في استمتاع، بمعنى أنه مثلا يطرح سؤال مثلا
ويشارك فيه الجميع في الإجابة. مثلا هناك public speaking، أنا بقول العنوان بالإنجليزي لأنه الجامعة يعني اللي هو فنون الإلقاء باللغة العربية. فمثلا كل طالبة عندما تلقي كلمة زميلتها بيعلقوا عليها، ونأخذ هذا التعليق على أساس أنه مشاركة من الطالبات في تعريف زميلتهن يعني مواضع الخطأ مثلا، أو ما الذي يمكن أن تتجنبه في المرات القادمة. أدرس أيضا مثلا مواد إعلامية يعني صحافة و يعني وسائل إعلام متعدد الوسائط، بمعنى أنه بيصوروا فيلم، بيقوموا بعمل تقارير مصورة، وأيضا كتابة خبر، كتابة تقرير صحفي، كتابة تحقيق صحفي، كل هذه الأشياء. فنجعل كيف يعني مهمة الأستاذ هو كيف أن يجعل من هذه الواجبات عملية ممتعة بتتعرف فيها على ناس، بتكتب فيها، بتعبر فيها عن رأيها، بتشارك زميلتها، بتتقبل رأيها، وهي أيضا بتبقى مطالبة أن يعني تعبر عن تعليقها عن أداء زميلتها. فهناك تفاعل، تفاعل صفي، هناك يعني نوع من الأداء اللي يكون فيه الطرفة، القدر من المرح المرتبط بالمادة المدرسة، ولكن هو يجعل الطالبة تشعر بالارتياح والإقبال وتنتظر هذه المادة. وأيضا لأسباب عملية، إن هي الآن عندما بتتخرج بتجد أنه هي مطالبة بالكتابة باللغة العربية، خصوصا بعد ما اتخذته الدولة من إجراءات مثل صدور ميثاق اللغة العربية الذي نص على ضرورة أن تكون كل المراسلات باللغة العربية، إلى جانب طبعا اللغة الإنجليزية، كل المراسلات الرسمية يعني. فهي بتشعر أنها عندما تواجه مكان العمل ستجد فيما أخذته وما حصلته من يعني علم وتدريب، تدريب مهم جدا، بتجد فيه يعني بيساعدها على أنها تكون في مكان عملها تستطيع التعامل بلغة عربية سليمة. دكتورة اسمحي لي، شارك معنا عبر الهاتف الأستاذ عمار شهاب، وهو باحث في اللسانيات واللغة العربية. يسعد لي مساك أستاذ عمار، وشكرا لمشاركة معنا، ورمضان كريم بداية. مساء الورد، يسعد مساكم، ورمضان كريم يعاد عليكم وعلى مشاهدكم الكرام. الله يخليك أستاذ عمار، أنت باحث في اللسانيات واللغة العربية، وأنا بعتبر حالي أني تلميذي غير نجيبي من تلاميذك على كل، ولكن يا بشومة أستاذة مجيدة. الله يخليك. خلينا نتحدث بداية، أنت عندك آراءك الخاصة وخصوصا فيما يخص اللغة العربية، أهمية اللغة العربية وضرورة نطق اللغة العربية بالطريقة الصحيحة مع القواعد. حدثنا أكثر عن ما يحدث اليوم على أرض الواقع فعلا بين الشباب. أشكركم بداية يعني على إثارة هذه المواضيع المهمة جدا بهذا الوقت وبهذا الدور اللي عم بتقوموا فيه أنتم كوسائل إعلامية، وأشيد أيضا بمخارج حروفكم وبلغتكم العربية الجيدة. شكرا. هذه شهادة كبيرة. نعم تفضل يا أستاذ عمار. يعني شكرا سيدي. في الواقع يعني أنا مطمئن اتجاه اللغة العربية. اللغة العربية لغة حية ولا يمكن أن تموت. وكالة الطاقة الذرية بعد دراسات كبيرة قامت فيها وكالة ناسا الفضائية ووكالة الطاقة الذرية اعتمدوا اللغة العربية، إذا بتلاحظوا على بابها الرئيسي مكتوب اللغة الأولى اللغة العربية، فعملوا استفسار. نعم. على بعد أنه فقدنا الاتصال، يعني فقدنا الاتصال حقيقة في وقت حرج جدا وبمعلومات مهمة جدا. نحن سنحاول الاتصال. ويا ريت استاذ عمار تسمعنا الان. اسمعك سيدي. نعم نحن على باب ناس الحقيقه، احنا خفنا الاتصال يكون قد انقطع في هذه اللحظات الحاسمه يعني. بسيطه. تفضل. كنت عم بقول انه يعني اللغه العربيه مطمئن لها، وكاله الطاقه الذريه تعتمد الحرف العربي واللغه العربيه كلغه اولى، لانه اللغه العربيه بعد دراسات كبيره وجدوا انه هي اللي مش ممكن انها تموت. قد تزول اللغة العربية الإنجليزية والفرنسية
كلغات قديمة كانت موجودة بالكرة الأرضية من الرومانية والميدية وإلى آخره، ووجدوا أن اللغة العربية هي الوحيدة التي قد تستمر. فأنا مطمئن على اللغة العربية. هلأ كممارسة اللغة العربية اللي عم بيخوضوها جيل الشباب، طبعا العيب الأساسي ليس في اللغة العربية بل في مناهج تدريس اللغة العربية. نحن للأسف الشديد نتبع مدرسة سيبويه والفراهيدي في تعليم اللغة العربية لطلاب المدارس، وهي منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، اللي عملها سيبويه والفراهيدي العلماء الأجلاء ولكن لأبناء جلدتهم ليدخلوا في حضارتي في ذاك الوقت. فاللغة العربية هي مهارة وممارسة وثقافة قبل أن تكون، يعني هي قواعد، واحد زائد واحد يساوي اثنان. أنا الآن بثلاثين ثانية سأختصر عليكم درس اللغة العربية كله، وإحنا هذا في أكاديمية فوكس نعتمده لتدريب المقدمين والإعلاميين، وأثبت نجاحه في عدد من المدارس أيضا اللي مارسنا عليها هذا المنهج. مثلا اللغة العربية كان يروح الواحد من اللي عند شيخ الكتتيب يقول له يا ولدي اللغة اثنتان، مسند ومسند إليه، المسند من قام بالجملة والمسند إليه من قامت عليه الجملة، وهناك 16 حالة فيها المفردة منصوبة وباقي اللغة مجرورة. خلص درس اللغة العربية. واللغة العربية نعم تفضل. نعم جيد سيد عمار، أنت تتحدث في صلب الموضوع وعن الآليات التي تجعل هذه اللغة على الدوام حية، ونحن كنا نتحدث مع ضيفتنا هنا في الاستوديو الدكتور المتخصص أيضا في هذا المجال، وتحدثت بأننا يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع، بمعنى أن لا نفرض اللغة بشكلها الكلاسيكي التقليدي على هذا الجيل، وأن يكون هناك نوع من التناغم والتفاهم. كيف برأيك نستطيع أن نحبب هذا الجيل أو نحفزه على اللغة العربية؟ شوف يا سيدي، اللغة العربية بكل عصورها، يعني من العباسية إلى الأموية إلى عصرنا في الأندلس، كان لكل أمصار اللغة لهجتها الخاصة. فاللهجة المحكية سواء الخليجية ولا المصرية ولا المغربية ولا السورية ولا العراقية لا تشكل تهديدا طول عمرها. كان أهل الأندلس بلسان يختلف عن أهل الشام، أهل المغرب على لسان يختلف من أهل مصر، فطول عمرها كانت اللغات المحكية تختلف عن اللغة العربية. طبعا مثل ما أشرت من قليل أنه العيب الأساسي في تعليم اللغة العربية هي أن تكون مهارة يمارسها أبنائها، واللغة العربية موجودة في بطون أهلها مثل ما بيقولوا بالتاريخ كله. فبتشجع أنت لما بتحاول أنت يعني أن تتعامل مع محاسن لغتك وأن تتعامل مع مفاضلها ومع مكارمها ومع محاسنها مثل ما كررت. فاللغة العربية يعني مش بحاجة أن احنا نعملها مهرجانات ونعملها معارض ونعملها يعني كمان نعقدها بمزيد من القواعد الجديدة، على العكس، فقط أنه نجعلها متناولة ونجعلها سهلة ويكون يعني مثلا في موضوع المعلوماتية الطارئة الآن في عصرنا، بالعكس اللغة العربية مواكبة أكثر من كثير من اللغات في العالم، الكمبيوتر والكتابة والشاتينج وكذا، ولا يعني لا يهدد لغتي إذا واحد حط بدل حرف العين باسمي رقم 3 أو حط همزة بحرف 2، بالعكس يعني خليه يعمل اللي بده إياه، بالأخير رح يرجع على كتابه. نعم. رح يرجع يقرأ لغته كما تجب وكما يجب. على كل هي وجهة نظر مقدرة مؤكد. نعم. وفيها شيء من الموضوعية الأستاذ عمار شهاب. أنا حقيقة أردت لك سؤال هو يبدو أنه ساذج شوية، لكن لفت انتباهي إليه حديثك أنت عن أنه كانوا أهل الشام يتحدثوا بلغة ولهجة وأهل العراق. هذه اللغة العربية المقعرة دعنا نسميها لغة المسلسلات، يعني هل أتيت هنا يا ابن عبد الحكم، هيا اخرج من هذه اللغة. هل كانت اللغة في وقت من الأوقات بهذا الشكل يعني حتى المتداولة بين الناس، أم أن هناك لهجات ربما هي أخف درجة؟ أستاذ عمار بما أنك باحث في هذا المجال. بوجهة نظري كلا وأبدا، لم تكن اللغة اللي بهذه المقعرة أو اللغة الفانتازية التاريخية اللي بيحاولوا يقدمون لها بالمسلسلات المكسيكية أو بالفانتازية التاريخية المسلسلات التاريخية، لم تكن هذه هي اللغة. يعني كان كثير أنا أنزعج لما أشوف أدوار مثل يعني قطع الاتصال، لكن وصلت المعلومة. لا توجد لغة بهذا الشكل الكلاسيكي الذي يكون في الأعمال. أنا أشكرك الأستاذ عمار شهاب الباحث في اللسانيات واللغة العربية
شكرا جزيلا لك، أثريت الحوار بطبيعة الحال. هو في يعني تعليق على هذا، يعني تعليق على الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله دلوقتي، أنه هناك ثلاث مستويات من اللغة العربية الفصحى. لغة المستوى الذي بيمثله القرآن الكريم ده أعلى مستوى طبعا، وهناك مستوى الفصحى المعاصرة ومستوى اللهجات العامية الدارجة يعني. فنحن يعني هناك فجوة كبيرة جدا بين ما نريده للمستوى الفصحى المعاصرة وبين الواقع الآن الحادث يعني. فكيف نجتاز، كيف نعبر هذه الفجوة بحيث أننا نرفع من مستوى الفصحى المعاصرة؟ نحن طبعا لدينا باستمرار يعني اعتزاز كبير جدا باللغة العربية لأنها لغة القرآن زي طبعا كلنا نعرف هذا، إنما لازلنا أيضا لم نستطع اجتياز الفجوة بين اعتزازنا بلغة القرآن الكريم واستخدامنا وتعاملنا مع الفصحى المعاصرة. هي لغة حياة في الحقيقة يعني، هي لغة حية ولابد أن نتعامل معها، نزودها باستمرار ونغذيها ويعني نفتحها على كل الأفاق وكل المعارف وكل الإمكانيات للتعبير لأنها غنية ويعني نستطيع أن نستخدمها. ومن هنا يمكن للشباب أن يعني نجتذبهم لها بحيث أنهم لن يكفوا عن استخدام المستوى اللغوي الذي أصبح شائعا الآن، ولكنهم في نفس الوقت يدركون أن هناك مواقف لابد من استخدام اللغة الفصحى المعاصرة بشكلها الصحيح التي تستمد قواعدها طبعا من مستوى القرآني. صحيح. إنما هي المفردات والتعابير اختلفت وتلونت بحيث أنها تستجيب للعصر. نعم. يعني ده إذا دكتور، يشارك معنا أيضا في هذا البرنامج كثير من المشاهدين ويغردوا على تويتر أيضا على مرافق الخيمة، تغريدة على تويتر تقول: الثقافة الغربية غزت العالم وليس العرب فقط، أعتقد أن السبب هو العولمة. أنا في يمكن فقط جزئية يجب الانتباه لها، اللغة الإنجليزية ربما أيضا انتشارها في الوطن العربي مختلف حسب البلدان. يعني في سوريا بالتحديد نحن البرامج والمناهج الدراسية معربة، تدرس باللغة العربية، حتى العلوم في الجامعات. صحيح. والطب مثلا، والطب كله معرب، حتى الهندسة معربة، التجارة والاقتصاد معرب، كل هذه المواد تدرس باللغة العربية. وبالتالي في سوريا مثلا لديك قوة باللغة العربية لأنها بعد موجودة. الأردن أيضا هناك الكثير من المناهج المعربة في جامعات. لبنان ينقسم طبعا ما بين اللغة الإنجليزية الفرنسية والعربية، وبالتالي هذا يختلف قليلا ربما عن دول منطقة الخليج العربي اللي كان في اتجاه ربما أكثر لموضوع اللغة الإنجليزية، في حين إذا ما انتقلنا للمغرب العربي اللغة الفرنسية هي الطاغية بشكل أكبر، وفي مصر اللغة العربية. فبالتالي حتى إجماع أو إجمال كل الدول العربية بنفس النغمة قد يكون ظالم ربما نوعا ما. صحيح. يمكن تأثيرات الاستعمار نفسه يعني. دول المغرب العربي الاستعمار الفرنسي عرف بأنه استعمار ثقافي أكثر طبعًا. من أنه طبعًا. وبالتالي فرض هذه اللغة التي ما زالت حتى الآن. وكان جزء من المقاومة الوطنية هو التمكن من اللغة العربية يعني. صحيح. في الجزائر خصوصا والمغرب يعني كان جزء من الحركة الوطنية والمقاومة الوطنية يعني أنه كيف يتمكن الشباب من اللغة العربية وكفحوا الحقيقة. كان هناك كفاح يعني، أنا أشهد ناس من جيلي كان هناك كفاح كبير جدا لأنهم نشأوا على اللغة الفرنسية ثم أجادوا اللغة العربية وأصبحوا يعني من الباحثين. نعم. دكتور، نحن مع الاعتزاز بلغتنا العربية وهويتنا وثقافتنا، ومؤكد هذا شيء طبيعي وحق مشروع، لكن أيضا ما الضير من هذه اللغات الأخرى التي يجب أن لا ننظر إليها أيضا كلغات عدو للغة العربية بقدر ما هي تكمل أيضا المسار، ونحن لا نستطيع أن نقلل من قيمة اللغة الإنجليزية مثلا. لا طبعاً. كلغة لا. بحث وعلوم. وإذا نحن يعني اتخذنا هذا المنحى نكون الحقيقة يعني نخاصم عصرنا ونخاصم يعني متطلبات هذا العصر. اللغة الإنجليزية لغة أساسية، إنما من قال أنه إجادة الإنجليزية تكون على حساب اللغة العربية؟ ليس هناك بالضرورة يعني نجيد هذه ونجيد لغتنا. صح. كمان يعني بالعكس يعني
دائما بيقاس المستوى الحضاري وتقدم الدول بمستوى اللغة فيها، يعني ده أحد المؤشرات، طبعا ليس هو المؤشر الأكيد، هناك مؤشرات كثيرة جدا، إنما يعني نوع الألفاظ المستخدمة، نوع التعبيرات، القدرة على التعبير، القدرة على يعني تلبية كل احتياجات الإنسان بمستوى يعني منضبط من اللغة، هذا مقياس حضاري. فيعني احنا بقى وشطارتنا وربما يعني ما اعرف اذا بتوافقوني بالراي، الاغلبيه في الوطن العربي ما تزال تفضل اللغه العربيه عن اللغه الاجنبيه، يمكن الخوف من الجيل الجديد، لانه في الكثير من الاصدقاء اللي التقيهم دائما ما بيكونوا اطفال لا يتحدثون فعلا اللغه العربيه، بالرغم من انه الوالد والوالده بيكونوا متحدثين للغه العربيه. دكتوره بلو، يحصل نوع احيانا من التباهي يعني لدى كثير من الاسر بانه والله ابننا لا يجيد اللغه العربيه، وكانه شيء يعني برستيج كده وهو بيقرا في مدارس اجنبيه. هذه العادات الاجتماعيه الباليه برضه تشكل خطر كبير. لا ده الحقيقه، ده يعني شيء غريب جدا يعني. واعتقد يعني كده كنوع من الاحلام يعني انه هذا الجيل الذي يعني حرمه الأب والأم من تعلم اللغة العربية سيثور على أبيه وأمه ويعني يعود إلى اللغة العربية مرة أخرى، لأنه سيشعر بالضياع، لن يستطيع أن يكون يعني إذا تحدث الإنجليزية لن يكون إنجليزي يعني أمريكيا أو بريطانيا. أنا أخشى ما أخشى يا دكتورة يعني إنه يثور نيوزيلنديا. نعم. أو كذا يعني أخشى ما أخشى إنه يثور على أبويه على الطريقة الإنجليزية ويطلب حقه والاستغلال بحياته ويطلب الشرطة أحيانا بعد سن نعم. والله يعني إذا يعني مدينا الخط الذي يعني قمنا بطرحه في البداية، أو النقطة التي قمنا بطرحها في البداية، إنه هذا نوع من التمرد ونوع من الاحتجاج ونوع من إثبات الوجود ونوع من الرغبة في التميز وإشعار الآخرين بأننا شباب يعني لا نتكلم لغتكم ونحن متميزين. إذا مدينا هذا الخط سنجد أنه فعلا ممكن أوي يقود إلى مثل هذا. نعم. يعني ممكن يقود إلى مثل هذا، لأنه يعني أنت في لحظة من اللحظات لابد أن تدرس الظواهر في عمقها، يعني ليس كده يعني بشكل سطحي أو بتاع يعني نبقى خايفين على اللغة العربية. لا، ده تحول حقيقي، ده موجود في مجتمعنا، كيف نواجهه، كيف نتعامل معه، وكيف نعيد إلى اللغة العربية هيبتها ومكانتها. الأسرة والإعلام هو حيكون محور حديثنا في الجزء الثالث من هذا البرنامج. جميل. الخيمة. جميل. ولكن يمكن برضو من المشاهدين يشاركوا معنا زميلة لبنى. صحيح. معنا ليلى مراد ولا حاجة. لا، السيد عبد الله البراك غرد عبر تويتر قائلا 10% فقط من العرب يجيد اللغة الإنجليزية، هذا بحسب مركز أبحاث مجلس التعاون الخليجي. نعم. وطبعا اللغة انتماء، فمتحدث اللغة العربية هو منتمي للحضارة العربية. إذا فاصل ونعود لنبحث ربما في ملف أهمية دور الأسرة والإعلام في إحياء وإبقاء وإنماء اللغة العربية. طبعا اخوي موضوع اللي طارح لي والسؤال هذا انا اشوفه موجه بالذات للشباب، لان اللغه العربيه كانت في قديم الوقت الناس كانوا مهتمين فيها، لكن الحين بما جو الشركات واكثر الشركات والمدارس يتعاملون مع اللغه الانجليزيه خصوصا لان اللغه الاولى في العالم، فالواحد صار يعني شيء اجباري انه يتعلم اللغه الانجليزيه ويتعامل معها. سبب يعني يعود على المؤسسات التعليميه وبالاخص يعني المدارس وفي غيرها من المعاهد اللي ما تهتم في اللغة العربية، ونتمنى ان نشوف يعني ينظرون للغة هذه لان هذه اللغة الام، وان شاء الله تكون في تحسن ان شاء الله الشباب يعني الفترة هذه يهتمون في هذه اللغة لان هي لغة القرآن زي ما يعرفون. وسائل الاجتماعية وسائل التواصل الاجتماعية قاموا الناس يلتفتون للغة الانجليزية، وكانوا حتى بعض الكتابات تكون بالانجليزي، الحروف الانجليزية الكلام بالعربي،
فأتمنى من المسؤولين وأتمنى من الناس في البلد أنهم يهتمون بالنسبة للغة العربية للأطفال للناشئين تكون الدراسة من البداية باللغة العربية أكثر يعني جهد وأكثر يعني التزاما للغة العربية. ضعف اللغة العربية في مجتمعنا أو خارجيا هو سبب يعني من أهم الأسباب الرئيسية ضعف الدول العربية إن كان كتعليم أو معرفة أو حتى سياسة. دي كانت آراء شباب وصغار والكل يعني مشجع لموضوع اللغة. صحيح خالص يعني كلهم تحدثوا فلا خوف مثل ما قال هو في العمق في الداخل يعني ربما يكون التمرد ربما يكون حب التميز ربما يكون كلهم بيقولوا أمنا كما كنا نقول هل يعني يعقل أن يترك أحد أمه يعني أنا دايما أقول للطالبات عندي أنه اللغة العربية لأنه هم بيبقوا أحيانا في مدارس أجنبية وبيتخرجوا بيدرسوا كمان في الجامعة باللغة الإنجليزية فبقول أن اللغة يعني اللي هي اللغة الأم دي مثل قطعة الذهب يعني ربما تتركينها بعض الوقت وتجدين أنها يعني تراكمت عليها يعني بعض يعني اللون لم يعد لامع مثلا أو كده لحظة أن تمسكيها وتسقليها كده بيدك أو يعني تعود إلى بريقها الأول وتعود إلى لا يعقل أن يترك أحد أمه أو يعني يعني ده احنا حتى البر بالوالدين يعني الأم هي يعني أولى بالبر والأم هنا هي اللغة العربية فنحن لابد أن نبر اللغة العربية ويعني هتبقى يعني هذا شيء مقطوع به يعني دكتورة خلينا نستغل وجودك وأنت تدرس الإعلام واللغة العربية أيضا وأنت أيضا يعني درست الأدب الإنجليزي أيضا يعني بسم الله ما شاء الله الإعلام أحيانا يلقى عليه دور كبير في أنه يسهم إسهام مقدر في الارتقاء وحفظ اللغة العربية والكثير من الناس يهاجمون الإعلام عبر منابره ووسائطه المختلفة سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بأنه يسهم أيضا في انحطاط اللغة العربية باللغة التي يستخدمها الإعلام كيف تري هذا الدور من وجهة نظرك وإلى أي مدى هو حاسم في الارتقاء أو الانحطاط باللغة العربية الحقيقة الإعلام مهم جدا هو الذي يصنع الرأي العام والآن نحن يعني أمام يعني ظاهرة إعلامية يعني منتشرة في بشكل متوسع جدا ومعظم يعني الأسر بيقضون أوقات كبيرة جدا أمام التلفزيون عشان ما نقولش التلفاز أمام التلفزيون ويعني طبعا الاطلاع على يعني كل وسائل الإعلام هذا أمر مهم جدا وأساسي وعلى درجة كبيرة جدا من الأهمية الحقيقة في وقتنا الحالي لأنه أصبحت ربما القراءة تراجعت قليلا لانشغال الناس ولأنه الكتاب لم يعد يعني في أيدي كل الناس برغم أنه متاح وأنه كما قلنا في البداية متوفر يعني بأسعار معقولة إنما أصبح الإعلام يلعب هذا الدور الأساسي في التوجيه وفي تشكيل الرأي وفي تشكيل حتى رؤية الشخص لنفسه وللآخرين وللهوية ولكل هذه الأشياء فلذلك اللغة والمفردات التي يستخدمها الإعلامي على درجة يعني عالية جدا من الأهمية ولابد أن ينتبه كل إعلامي لما يقوله لأنه سيؤخذ منه هذا على أساس أنه يعني بصراحة كده الإعلاميين بقوا هم قادة الرأي العام دلوقتي في مجتمعاتنا كلها نعم نشوف قادة آخرين في ميدان آخر يمكن معانا الأستاذ أحمد فؤاد أستاذ اللغة العربية في مدرسة خاصة في الإمارات حقيقي نحن سعيدين بوجودك ونتمنى نستمع لتجربتك دائما المدارس الخاصة متهمة بأن اللغة العربية كده ديكور يفرض فرض على الطلاب ما عندهم بها علاقة غير حريصين عليها نشوف الأجواء دي من خلالك أستاذ أحمد مساء الخير مساء الخير يا أخي الكريم الله يخير عليكم جميعا كل سنة وانتم طيبين وانت طيب إن شاء الله طبعا أنا في البداية بشكركم على الحلقة الجميلة
اللي انتم طرحتوه احلام مهمه جدا يعني، ونرجو الاكثار من مثل هذه الحلقات باذن الله. بالنسبه للغه العربيه، بالنسبه للتعامل حتى مع الطلاب، الطلاب الصغار والكبار ايضا يعني، المشكله بتبدا من البيت اساسا يعني. خلينا نكون صراحه مع بعض، المشكله بتكون من البيت، لان اللي بيرعى الاولاد الصغيرين في البيت اصلا من جنسيات اجنبيه مختلفه ما بين الهند والفلبين وبنجلاديش، فبنجد ان لغه الطفل الخليط بين العربيه والهنديه والانجليزيه. ولكن نحن كمعلمين بنحاول على قدر الامكان بان يتحدث الطفل اللغه العربيه الفصحى. وطبعا احنا بنفعل العديد من الانشطه داخل المدرسه على الاقل يعني، زي مثلا الانشطه بنعطي فرصه لاكبر عدد من الطلاب ان يقراوا. فعلنا قصه اللي هي حصه القراءه الحره. برضو كمان عملنا توسيع للنشاط المدرسي من مسرحيات، نشاط مدرسي، مسرحيات، مسابقات اجمل قصه. انما طبعا هناك دور مهم للاعلام يعني، يجب ان الاعلام يكون له دور اكبر من كده في جذب الطلاب وجذب الاطفال للغه العربيه. نعم، نحن سعيدين بهذه المشاركه الحقيقه، وشهد شاهد من اهلها استاذ اللغه العربيه في احدى المدارس الخاصه في الامارات الاستاذ احمد فؤاد، شكرا جزيلا لك. شاهد من كيف صلحت لك انا. اذا طبعا بهذه المداخله من الاستاذ احمد فؤاد ناتي الى هذه الى نهايه هذه الحلقه المخصصه كانت للغه العربيه. طبعا اشكر كل من ساهم معنا، وخصوصا الدكتوره اعتدال عثمان وهي استاذه اللغه العربيه في جامعه زايد، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا اليوم. وطبعا للاستاذ احمد والاستاذ عمار شهاب. وننهي هذه الحلقة بفيديو من يوتيوب لنتعلم. نعم، إذا دكتورة اعتدال، يعني دائما الأساتذة اللغة العربية بيكون عندهم كلمة أخيرة كده في نهاية المحاضرة أو نهاية، ففي الخيمة دي أختم لنا بكلمة أخيرة، لأنه إحنا القصد من هذه الخيمة هو أيضا ارتقاء باللغة العربية في كلمتين لو تكرمتي. والله يعني أنا متفائلة جدا بحكم أنه كما قلت اللغة جزء من الهوية، وطالما نحن نحافظ على هويتنا، لأنه هوية وليست هوية، طالما بنحافظ على هويتنا فإن اللغة ستبقى. وكلما يعني تطلعنا إلى مزيد من التقدم وال يعني الجانب الحضاري، كلما زاد اهتمامنا بالحفاظ على مستوى متقدم من اللغة العربية. شكرا دكتورة اعتدال عثمان أستاذة اللغة العربية والعلاقة في جامعة زايد، شكرا زميلة لبنى البوظة، اليوم كنت متألقة في الحرف كما الأرقام يعني. كيف نغل عربي؟ لا ما فيك تشتكي عليه. كنا حنديك 10 من 10 بس الهوية الأخيرة دي الهوية أخذت درجة كويسة. أخذت درجة ممتازة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، خيمة جديدة في ذات المواعيد غدا بمشيئة الله، تصوموا دائما تفطروا على ألف خير. إلى اللقاء. لغة القرآن وخير نبي، سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي، سكناها الروح كما أمي. لغة الأمجاد البراقة، رغم الأزمان لها عبق. تعلو رايات خفاقة، الأزمان لها عبق. وتضيء الدهر وتأترق، شرفها الله بقرآنه.